بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 24. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرا نافذا، وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء يعني الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في نفي الصفات أو تأويلها، علم قطعا أنهم يلحدون في أسماء الله وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله. ولهذا كانوا يقولون إن البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. ثم قال الشيخ: المراد بالأشعرية الذين اتبعوا المعتزلة والجهمية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة، وينفتح بذلك أبواب شر. والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير. ثم قال الشيخ للمناظر له: قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة، أو وصفه بها رسوله، أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لا بد فيه من 4 أشياء. أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها. فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة. الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف، وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. الثالث أنه لا بد من أن يسلم دليل ذلك الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها. ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه، سواء عينه أو لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذي يريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح. فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم، وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات، ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة. ولا يجوز أن يتكلم هؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليل يمنع من حمله على ظاهره، إما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء. فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يتاه مثلها،
وكذلك قوله الله خالق كل شيء، يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم، أو يكون الدليل سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر، ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا، لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد يستنبطه بعض الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره، كان هذا تدليسا وتلبيسا، وكان نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالأحاج والألغاز أشبه منه بالهدى والبيان، فكيف إذا كان دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟ أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ قال الشيخ رحمه الله: فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات، أي أن هذا الرجل الذي طلب من الشيخ المناظرة على وجوب تأويل الصفات سلم في الأخير للشيخ أن تأويلها باطل، لأنه لم يبنى على أصول صحيحة وأدلة مقنعة، وإنما هي شبهات وأهواء أو تقليد أعمى أخذه الآخر عن الأول من غير بصيرة، كما هو حال كثير من المعاصرين الذين أخذوا عقيدة المعتزلة أو الكلابية وسموها عقيدة التوحيد أو علم التوحيد، ونسبوها ظلما إلى الأشعري، وهو قد تاب منها والتزم عقيدة أهل السنة، وهذه العقيدة التي توارثوها لا تعد إثبات توحيد الربوبية، ولم يثبتوه تاما بل حذفوا منه الصفات الإلهية أو الأسماء والصفات، فأصبح توحيدا ناقصا حتى عن توحيد المشركين الذين يقرون بالربوبية. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.